أحبتي طلبة الصف الثامن، أهلا بكم من جديد في هذا المقطع الذي يتناول وصفا لمادة التربية الوطنية الخاصة بالصف الثامن. وبكل تأكيد أحبتي في هذه المادة سوف نتناول السلطات الدستورية بأنواعها الثلاثة: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وفي الدرس الرابع سوف نتحدث عن تطور هذه السلطات الدستورية. تتناول هذه الوحدة أنواع السلطات الدستورية في الدولة الأردنية واختصاصات كل سلطة ومهامها ووظيفتها حسب ما هو منصوص عليه في الدستور الأردني، وما يتبع هذه السلطات من الوحدات والأجهزة والمؤسسات الإدارية التي تعمل على تطبيق القوانين والأنظمة في الدولة الأردنية، والعلاقة بين هذه السلطات وأثر مبدأ فصل السلطات على عمل كل منها. وبكل تأكيد يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون قادراً بكل تأكيد على استيعاب الحقائق والمفاهيم والتعليمات الواردة فيها وتمثل القيم والاتجاهات وإتقان المهارات وغير ذلك. في بداية الأمر في درس السلطة التشريعية على الطالب أن يتعرف إلى مكونات هذه السلطة التشريعية التي تتكون من مجلس الأعيان ومجلس النواب، ثم يتعرف إلى وظائف السلطة التشريعية واختصاصاتها وما الدور الذي تقوم به، ثم ينتقل إلى العلاقة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب. وبكل بساطة بعد ذلك نتناول السلطة التنفيذية التي يجب أن يتعرف إلى مفهومها وماذا تضم وما الوظيفة الخاصة بها بكل تحديد، ثم يتعرف الطالب إلى العلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ننتقل بعد ذلك لدرس السلطة القضائية التي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وتنعكس إيجاباً على أمن الدولة واستقرارها. ولتعريف هذه الأهداف يجب أن نعرف أن من هدف السلطة القضائية إقامة العدل بين المواطنين والنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمامها، كذلك الحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص. ننتقل للتعرف إلى المجلس القضائي، وبعد ذلك يتعرف الطالب إلى المحاكم التي تتولى مهام السلطة القضائية في الأردن، وهي مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. ويجب أن يعرف الطالب كذلك أنواع المحاكم الدينية والنظامية والخاصة. ثم ينتقل إلى مبدأ فصل السلطات. في نهاية الوحدة سوف يتعرف الطالب إلى تطور هذه السلطات الدستورية، بداية من السلطة التشريعية إلى التنفيذية إلى القضائية، ثم ينتقل إلى حل أسئلة الدرس والوحدة. وفي التكامل مع المواد الأخرى ومنها تكنولوجيا المعلومات، يتمكن الطالب من الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات من البحث عن مصادر المرفقة للطالب عن أفكار ومعلومات حول المواقع الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعيان ومجلس النواب، كما يستطيع تصميم المشروع الخاص به بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. وهناك ربط كذلك وتكامل مع مادة التربية الإسلامية، إذ إن الطالب قد يحتاجها للسلطات التشريعية والعودة للدين الإسلامي في التطبيق. أما مشروع الوحدة فهو قائم على أن يصمم الطالب منشوراً أو مطوية أو عرضاً تقديمياً أو حتى بطاقات ملونة حول السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ليقوم بكتابة مهام كل واحدة منها والاستعداد لعرضها شفوياً أمام الطلاب، ويتم تقييمه بناءً على معايير برنامج البكالوريا الدولية من قبل الطالب والمعلم. وتحت رؤية المدرسة الأمريكية الحديثة في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين العاملين ليصيروا مواطنين مسؤولين يتمتعون بصفات قيادية وقيم عالمية، لابد من دعم الطلاب وتوعيتهم حول الأمور القضائية في السلطات الأردنية التشريعية والقضائية والتنفيذية،
وذلك من خلال تزويدهم ببيئة تعليمية تفاعلية مدمجة تحفز التحدي ضمن مجتمع دولي متعدد الثقافات يركز على المناهج العالمية والتوازن النفسي. ومن المهم بمكان أن ننوه أن هناك مصادر خاصة للوحدة يستطيع الطالب الاستعانة بها حتى يقوم بأداء الوحدة على أفضل حال. دمتم بألف خير.